بكل ما يتعلق باستعمال السيارات المشتوبة، خلال عام 2022 شرطة إسرائيل ستصدر سيارات الغير قانونية ولو كانت موقوفة على جانب الشارع أو في ساحة البيت أو حتى في موقف خصوصي. وطبعاً سنفعل ديد ونشات تحمل وتنقل سيارات مشتوبة ونقوم بإلقاء القبض على من يخالف القانون. السيارات المشتوبة تشكل خطر كبير على الجمهور وتسبب حوادث سير خطيرة جداً وتؤدي إلى فقدان حياة. لدينا معلومات وإحصائيات بأن هذه السيارات المشتوبة تسبب في موت عشرات في كل عام، ولها نسبة عالية في العدد الكلي لحوادث السير داخل المناطق الفلسطينية. المكافحة ضد السيارات المشتوبة هي مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. خلينا نمنع مع بعض الحادث الجاي.